زيارة إلى أحد مصممي لازيا في مدينة طرابلس، حيث يبدأ المصمم أحمد في تصميم أزيائه من خلال مجموعة من الرسومات المجموعة من الفساتين. جميع أنواع الشغل أو جميع أنواع فخامة الأقمشة وتعتيق الأقمشة ونديرها مزج، كان كريستال وكان تطريز، ولكن يكون مزج بطريقة. تقوم عائلة أحمد باستقبال الزبائن في منزلهم الخاص بهم. يبدأ أحمد عمله بسرد تصاميمه السابقة الخاصة به، والتي يحتفظ بها في أجهزة مختلفة، في هواتفه المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. كما يقوم بعرض مجموعة من حفلات لعرض الأزياء للزبائن. طيب ان شاء الله، سنذكر ارقام الهواتف والتي تواصلت بها معنا ان شاء الله تعالى منكم بعد 10 دقائق. فحياكم الله. صفر احمد لزمتي un travail c'est très très bon. On travaille avec les femmes, vestes, avec les robes, robes de mariage. On travaille bien, travaille. تغير في كل 4 سنوات، ونحن نمشي على رتم يتباعد، يعني يتباعد إلى أن يتغير تغيير تدريجي. ولكن للأسف الشديد في ليبيا، نحن طبعا ما عندناش، نحن دولة مش مصنعة، فدولة نستورد.